السلام عليكم مشتركاتي، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس. لا فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راني حندير لكم تحليه سهله اقتصاديه وبزاف شابه وتحليه راقيه ان شاء الله تعجبكم. دوك ندوزو مع بعض المقادير. في هاد التحليه واش عندنا؟ عندنا كاس تاع كريمه الشونتيي، راح نبدا لكم هنا بسم الله. عندنا كاس تاع كريمه الشونتيي، نحطوا هاد الكاس تاع كريمه الشونتيي، وعندنا معاه كاس تاع الحليب، حليب بارد، رايحه نحطهم كامل هنا. هاد التحليه تجي بزاف بنينه وتخرج لكم يعني كميه هايله، صدقوني يعني بنتها وحدها هاد التحليه. عندي هنايا حبيبه تاع البنان، هاي ليك مقطعه، اختاروا حبه تاع بنان تكون طايبه باش تعطيكم هذيك الريحه تاع البنان وهذاك الكو. هادو كامل رايحه نخلطهم بالباتر. هنا كي نطلعوهم بالباتر لا شونتيي هذه يعني رايحه تذوب فيها هذيك الحبه تاع البنان الطايبه وتجي بزاف بنينه كي تاكلوها، يعني تصيبوا فيها البنان. يعني دوك نقول لكم ثاني توش فيها المقادير. انا بهذه الطريقه رايحه نخلطها بالباتر حتى يضاعف الحجم تاعها، يعني كيما مالفين نطلعوها بالباتر هكذا بهذه الطريقه. طلعوها هاد التحليه يعني الصراحه والله غير من عندي، يعني ما راهيش جبتها من كاش قناه ولا شفتها في كاش بلاصه، ربي شاهد وعالم. ان شاء الله تكون حصري في قناتي، وعلى بالي بلي ما كاش يوتيوبرز وحده اخرى دارتها. دوك نكمل لكم يعني الطريقه وتشوفوا الميزات اللي فيها والحاجات اللي فيها. هنا لا شونتي ديالي طلعت مليح، رايحه نضيف عليها كاس تاع الكاوكاو، هذا كاوكاو ايفيلي، انا راني محمصاتو مع قريصه تاع الملح، حطوه في المقله يتحمص بالعقل مع قرصه تاع الملح باش يجي بنين. هاكا نحطوه هنا في لاشونتيي هذيك مع البنان ونبدا نخلط فيه. قبل ما نخلطو يعني احنا نعطيكم اضافه هنايا برك زيدوها، هذه شوكولا، شوكولا عاديه يعني ذوبتها حطيتها في حمام مائي، ومن بعد درتها برك خطوط يعني هكا. خذوا لادوي ولا عفوا لابوش معها لادوي رقيقه وديروا هكا خطوطه عادي، يعني ولا شكاره تاع الحليب تكون مغسوله نقيقيه، المهم ديروا هكا هاد التخطاط بهذه الطريقه. بزاف من الحين يقولوا لي نقطعوها ولا بلا راب، ولا انا نقول لكم ما تجيش كيف كيف، هكا تجي بنينه يعني بزاف بنينه، وكي تاكلوها يعني تحصلوا على هذيك كي تجوا تكسروها هكا هذيك يعني الشوكولا تعطيكم جو مع كاوكاو ايفيلي. واش نقول لكم هاد التحليه تاني ما تجيش بزاف حلوه، تجي هايله، تجي بزاف بنينه. نقول لكم علاش ما تجيش حلوه، باسكو الكاوكاو ماشي حلو صامت، يعني ما عندنا حتى حاجه حلوه غير لا شونتيي هذيك الحبيبه تاع البنان. الشوكولا تحبوا ديروا شوكولا نواغ تكون مره، على بالكم فيها الكاكاو ما فيهاش بزاف السكر. نخلطوها يعني كيما راكم تشوفوا، خلطتها انا من فوق للتحت، ما خسرتش القوام تاعها يقعد هو خلطوها برك مليح. وهنا رايحه نقدمها انا في هذا الكؤوس، نتوما قدموها فاش تحبوا يعني نتوما وراحتكم. انا حبيت هاد الكؤوس هنايا باش يمدوا لنا يعني نتيجه شابه. انا عندي شويه هذيك تاع اللي وريتها لكم شويه تاع لا جولي، درت لها شويه كولون. اللي ما عندهاش تقدر دير العسل، العسل هذاك اللي نشروه من برا ولا طيب شويه غير للون برك، اللي تحب ما ديروش ما ديروش. هاكا ندير هذوك الخطوطه يعني باش يعطوني لون لداخل الكيسان مع لا كولور يعني تاع لا شونتيي تمد لنا لون بزاف شباب، هكا يعني خطوط عشوائيه. وهنا عندي قهوه، قهوه طيبتها في البراس عادي، ديروهاش ثقيله ثقيله بزاف، ديروها قهوه عاديه. وعندي هذا النوع تاع البسكوت تاع الشوكولا اللي تحب دير، يعني هو ماشي تاع شوكولا كاكاو، اللي تحب دير بسكوت عادي دير هي وراحتها. مام هنا يعني اللي تحب تبدل القهوه بجي تاع تشينا ولا في الحليب هي وراحتها، بصح صدقوني الكو تاع القهوه مر مع هذيك لا شونتيي حلوه راح يوازن لكم ثاني النكهه. هنا نحطوها في الكيسان، ندخلوها برك يعني ونعاودو نخرجوها، ما خلوهاش تشرب زاف باش ما تتفتتش هكذا، ونحطوها يعني برك عشوائيا. هنايا عندي لا شونتيي ديالي عمرتها في لادوي هكا في لابوش، ما فيهاش لادوي كامل، خليتها سامبل غير باش تجينا الخدمه نقيقيه هكذا. نعمرو يعني نص نص، اللي تحب دير بالمغرفه معليش، هنا غير باش تجينا الخدمه نقيه.
ونزيدو تاني نعاودو طبقة واحدة أخرى من هذاك البسكوي اللي عندنا اللي تحب تدير يعني، واسمها هذيك لا جينواز اللي كل واحدة وراحتها. هاكا نعاودو يعني ندخلوهم في هذيك القهوة ونخرجوهم تم تم ونحطوهم، ومن بعد يعني بلا ما تكسروهم هاكا، غير تحطوهم شويه بالفرشيطه وما يتكسروا بس يكونوا شربوا هذيك القهوه. ونزيد طبقه واحده اخرى على شونتيي، يعني التحليه تاعنا بسيطه هذا وش فيها هنا برك اضافه. هاي حنقولكم يعني اللي تحب تدير طبقه على طبقه، شوفوا انا هنايا شويه جاوني هاد الطبقات ما جاتنيش في الوسط، يعني جاتني طبقه كبيره ومن بعد ما كاش لا شونتيي، نتوما ديروا في النص. يعني انا درتها ما بانتليش، منلصقوها برك مع الاطراف باش تبان لكم، هكذا يجيكم نص الفوق ونص التحت. انا حنكملهم كامل بنفس الطريقه، نحطهم يبردوا شويه ونرجع باش نوريهم لكم. هذه هي التحلية تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. يعني تحلية بسيطة، انا زدت لها شوية بقطع شوكولا، قطعات تاع البنان من اللي بقاو لي. شوفوا كيفاش تجي، يعني هذوك الطبقات يبانوا بزاف شابين. لا كولور هاد الغوج قلت لكم تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، انا غير للون. هكذا تجي بزاف بنينه، صدقوني هذاك الكو تاع الشوكولا مع تاع الكاكاو، عفوا مع تاع الكاوكاو إيفيلي مع لا شونتي، واش نقول لكم يجي بزاف بنينه. انا هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، حبيت هكا برك نوريها لكم باش تشوفوها. شهيتكم في الجنه خواتاتي، نتمنى يا ربي تجربوها وتخلوا لي دعاوي خير. انا نقول لكم هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم. حبيت نذكر برك واحد المشتركه قالت لي ام رشيد ذكريني واسمها ثقتي بالله، ثقتي بالله قولها حبيبتي راني ذكرتك، صحه فطورك وصحه رمضانك. وهنا تاني تحبوا ديروها في ليفيغين صغار تخرج لكم يعني كميه ما اكبر من هذه، هذو راهم الله يبارك راهو خير وبركه. انا بك باش تبان لكم التحليه، يعني يخرجوا لكم ما شاء الله لو كان ديروهم في ليفيغين صغار. انا نقول لكم هذه هي تحليتنا، صحه فطوركم، السلام عليكم. اذا عجبتكم ديروا لي جيم، اشتراك في القناه، والسلام عليكم.